المباريات اللي في الجزائر العاصمة أو كذلك كنت متواجد في عنابة، حضور جماهيري محترم جدا، وخاصة اللي تفاجأت به هو الحضور للشباب في المباريات، نسبة عالية من الشباب، وهذا فخر كبير للجزائر. هو ليس فقط الحضور الجماهيري، هي نوعية التشجيع، وهذا يختلف من بلد إلى آخر. يعني لما تدخل الملعب في الجزائر وتسمع الهتافات الجماهير الجزائرية والشباب الجزائري، تحس اللي الجماهير هذه مولعة بكرة القدم، يعني التشجيع من القلب.